أهلا بكم. لنحاول حل تكامل سطحي آخر، قمت بتغيير المعادلة قليلا بدلا من كتابة السطح. التكامل السطحي للاقتران y والذي نهتم به، هذه المعادلة x زائد y تربيع ناقص z تساوي صفر، x بين صفر وواحد و y بين صفر واثنين، وربما هذا كان مباشر جدا في التسجيل السابق. أتمنى أن يكون هذا أيضا مباشر، لأنه يمكننا تعريف z على شكل x و y. في الواقع يمكننا تعريف x على شكل z و y، إن هذا أسهل نظريا. نضيف z لكلا طرفي المعادلة، هنا نحصل على x زائد y تربيع تساوي z، أو z تساوي x زائد y تربيع. في الواقع هذا مباشر جدا، إنه سهل نظريا. لنحاول تمثيله هنا، هذا محور زد، وهذا محور إكس، وهذا محور واي. نحن مهتمين بالمنطقة إكس بين صفر وواحد، إذن هذه إكس تساوي واحد وواي بين صفر واثنين، إذن هذه واحد وهذه اثنين. نحن مهتمين بالسطح فوق هذه المنطقة لـ x و y. يمكننا أن نفكر كيف يبدو هذا السطح. هذا فقط نوع من المدى لـ x و y المهتمين فيهما فعليا. لذا دعونا نفكر بشأن السطح. عندما x و y صفر، فإن z تساوي صفر، إذا z ستكون هنا والآن. كلما زادت y، أو عندما x تساوي صفر، فإن z تساوي y تربيع، إذا z تساوي y تربيع. هذه z تساوي 4، هذه z تساوي 2 و1 و3، إذا ستكون z شيء كهذا، سيكون قطع مكافئ. الآن عندما y تساوي 0، فإن z تساوي x، إذا عندما x تساوي 1 فإن z أيضا تساوي 1، إذا z ستبدو هكذا. ثم من هذه النقطة هنا نضيف y تربيع، ونحصل على شيء يبدو هذه النقطة هنا. هذه النقطة عند y تساوي 2 و x تساوي 1 و z تساوي 5، سوف يبدو شيء كهذا. إذا نحصل على شيء كهذا، ثم لدينا هذا الخط المستقيم هنا، هذا السطح هو السطح الذي نأخذه، أو السطح الذي سوف نقيم عنده التكامل السطحي للاقتران y. هناك طريقة يمكننا أن نفكر بها، أن y يمكن أن تكون كثافة الكتلة لهذا السطح، وعندما نضرب y بكل ds يمكننا معرفة الكتلة لهذا السطح الداخلي. ويمكننا أن نتخيل كلما مشينا بهذا الاتجاه أكثر، وكلما زادت y،
هذا الشيء يصبح كثيف أكثر وأكثر، إذن هذا الجزء من السطح أكثر كثافة، أكثر كثافة من واي عندما تكون أصغر، وهذا فعليا يعطينا الكتلة. دعونا نقوم بالتقييم، ودعونا أو كما تعلمون الخطوة الأولى هي معرفة العامل، وهذا مباشر جدا لأنه يمكننا كتابة زد على شكل إكس وواي، ويمكننا استخدام إكس وواي كعوامل فعلية، أو يمكننا استبدالها بعوامل مختلفة. دعونا نفعل هذا لنكتب إكس تساوي، سوف أستخدم رموز مختلفة، سوف أستخدم يو و في. يو تساوي إكس، في تساوي واي، ثم زد سوف تساوي يو زائد في تربيع. ثم إن السطح لدينا لنقل اقتران المتجه يمكننا كتابة R، الذي سيكون اقتران U و V سوف تساوي U I زائد V J زائد U زائد في تربيع كي، ثم يو ستكون بين 0 و 1 لأن كي تساوي يو ويو تساوي إكس، إذن يو سوف تكون بين 0 و 1، في تقع بين 0 و 2. في التسجيل القادم سوف أضبط التكامل السطحي. لقد انتهينا، إلى اللقاء.